كنا نجري فزعا، وهنا التفت فرأيت سحابة سوداء كثيفة تتقدم فوق الأرض خلفنا كالطوفان، وما كدنا نراها حتى انتشر الظلام فوقنا. لكن الأمر لم يكن ظلام ليلة بلا قمر أو ليلة غائمة، بل كان الأمر كما لو أن المصابيح قد أطفئت في غرفة مغلقة تماما. كنا نسمع النساء يصرخن والأطفال يبكون والرجال يصرخون، وكان بعضهم ينادون والديهم أو أطفالهم أو زوجاتهم ويحاولون التعرف عليهم من خلال أصواتهم. كان بعض الناس خائفين جدا من الموت لدرجة أنهم صلوا من أجل الموت. توسل الكثيرون للحصول على مساعدة الآلهة، ولكنهم تخيلوا أكثر أنه لم يعد هناك آلهة، وأن الليلة الأبدية الأخيرة قد حلت على العالم. عاد بصيص من الضوء، وكان هذا بمثابة تحذير من اقتراب النار بدلا من ضوء النهار. حل الظلام مرة أخرى وبدأ الرماد يتساقط، ولكن هذه المرة بأمطار غزيرة. رسالة كتبها أحد المؤرخين الناجين من أكبر حدث مأساوي في تاريخ البشرية، حدث جيولوجي استثنائي خلى البشر يشوفوا الجحيم وعلامات النهاية بعينهم. نهارهم اتحول لليل، زلازل وتسونامي وغازات حارقة وسامة، شلالات من الحمم وأمطار من الصخور والنار. هو ده اللي عاش فيه سكان مدينة بومباي اللي اتعرفت باسم مدينة الخطيئة أو مدينة الزنا. لو عايز تعرف تفاصيل اللي حصل لأهل بومباي وإيه هي الأسرار الجديدة اللي تم اكتشافها في المدينة، وهل فعلا البركان سيء السمعة في طريقه لمحو معالمها للمرة الأخيرة بعد ما قضى على الحياة فيها ودفنها لسنين طويلة، يبقى لازم تتابع معانا حلقة النهاردة للنهاية. ولكن كالعادة قبل ما نبدأ حلقتنا، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. في أواخر القرن الستاشر وتحديداً في سنة 1599، كان المهندس المعماري الإيطالي دومينيكو فونتانا موجود بالقرب من مدينة نابولي الإيطالية في مهمة لبناء قناة تحت الأرض. القناة دي كان الهدف منها هو تحويل مسار نهر سارنو، وهو في موقع العمل فوجئ بعماله وهم بيقولوله إنهم أثناء الحفر اكتشفوا حاجة مهمة ولازم يشوفها. فراح فونتانا علشان يستكشف الموضوع ده بنفسه، وهنا شاف فونتانا إن النفق اللي حفروه بالصدفة وصلهم لجدران بناء عجيب عليه لوحات جدارية ونقوش مميزة ونادرة وغاية في الدقة والإتقان. وهنا يا صديقي انت اكيد توقعت انه اكتشاف زي ده خلاه يخرج وهو بيهلل من الفرحة لانه وقع على كنز اثري فريد. لكن فونتانا قرر انه يغطي اللوحات دي ويردم عليها تماما، وامر اللي شغالين معاه يستأنفوا الحفر في مكان تاني وما يتكلموش عن اللوحات ولا يجيبوا سيرتها ابدا. تفتكر ليه؟ في الحقيقة يا صديقي اللوحات دي كانت لوحات فاضحة وصريحة جنسيا لحد مرعب، وفونتانا كان شخص شديد التحفظ. طيب والكشف الأثري؟ طب المجد التاريخي؟ فونتانا ما اهتمش بأي حاجة من دول، كان أهم حاجة عنده أنه يغطي الفضايح دي بأي شكل. سنين كتير بتمر وبيعدي على الاكتشاف اللي ما كانش يعتبر اكتشاف قوي ده أكتر من 100 سنة علشان ترجع القصة وتتكرر تاني، لكن المرة دي بقى في مكان جديد. فمع بدايات القرن الـ18 وتحديدا في سنة 1709 كان في مزارع محلي عايش في الجانب الغربي من جبل فيزوف، وأثناء ما كان بيحفر بير في أرضه اكتشف إنه حفر حفرة بتوصل مباشرة على مكان أشبه بالمسرح الروماني القديم. وهنا الفلاح قرر إنه يتكلم ويبلغ عن اللي شافه علشان بعدها يتم استكمال الحفر في المنطقة دي ويتم اكتشاف وجود مسرح روماني قديم من عهد الإمبراطورية الرومانية ما زال موجود على حاله زي ما هو
ويكتشفوا كمان مواقع تانية باقية على حالها، وشوية شوية يكتشفوا إن المواقع دي عبارة عن مدينة كاملة كانت مدفونة تحت الأرض لمئات السنين. بعد الحادثة دي بحوالي 10 سنين جه مجموعة من العمال علشان يبنوا قصر صيفي لملك نابولي، وكانوا هيبنوا القصر ده في نفس المكان اللي ردموا المهندس الخلوق اللي اتكلمنا عنه قبل شوية. وهنا اكتشفوا اللوحات والرسومات اللي المهندس ده غطاها وحاجات تانية غيرها، فبلغوا مباشرة الدون كارلوس اللي كان ساعتها ملك نابولي بكل اللي اكتشفوه. وقتها بيبدأ أفراد العيلة المالكة في نهب المنطقة حرفياً، وده طبعاً علشان يحصلوا على الزخارف والآثار دي اللي كانوا شايفين إنها ما تلقش غير بقصرهم. وعلماء الآثار ما بدأوش يدرسوا المنطقة دي بشكل مناسب إلا في القرن ال19، ويستمر التنقيب. هنا أخيراً اتجه عمال التنقيب والأثريين للمكان علشان يكتشفوا ساعتها إن في مدينة تانية رومانية كاملة مدفونة تحت الأرض. والشيء الغريب بقى في المدينة دي إنها كانت محتفظة بكل شيء فيها كأنها وقف بيها الزمن. الأغرب كمان كان احتفاظها بجثث سكانها وهم على نفس أشكالهم وهيئتهم لحظة وفاتهم، لكن على هيئة كتل أسمنتية متحجرة. طبعاً بعد البحث اكتشف علماء التنقيب سر المدينتين دول. فالمدينة الأولى، ودي اللي اكتشفها المهندس اللي كان بيحفر القناة ومن بعديه العمال اللي كانوا بيبنوا قصر الملك، هي مدينة بومباي. أما المدينة التانية اللي اكتشف مصرحها الفلاح وهو بيحفر البير فهي مدينة هيركولينيوم. وهنا ربط المستكشفون بين المدينتين دول وبين رسائل المؤرخ جايوس بيلينيوس سيكوندوس المعروف باسم بيليني الأصغر، ودي عبارة عن رسائل بعتها للمؤرخ تاسيتوس واللي حكى فيها عن قصتهم وإيه اللي حصل قبل دفنهم طول السنين دي. بيقول بيليني في رسائله إنه كان عايش مع أمه وخاله أميرال البحرية الرومانية بيليني الأكبر اللي كان كمان عالم طبيعة كبير ومعروف في مدينة ميسينيوم، ودي مدينة تانية موجودة قريب من بركان معروف باسم بركان فيزوف. وفي يوم 24 أغسطس سنة 79 ميلادية، وبالمناسبة بيليني ساعتها كان عنده 17 سنة يعني ما كانش طفل، فجأة سكان المدينة بيشوفوا عمود دخان ضخم خارج من البركان. وصفوا بيليني بأنه كان شبه شجرة الصنوبر، له جذر مرتفع وبيخرج منه تفرعات دخان على هيئة فروع كاملة. وهنا بيكمل بيليني وبيقول إن خاله لأنه كان عالم حس بخطر كبير وفهم إن ده أول انفجار للبركان، ولأنه كان كمان رجل في الجيش الروماني فقرر إنه يحرك أسطول المراكب الضخمة اللي كانت موجودة على الشط ويروح للمدن المجاورة للبركان علشان يحاول إنه ينقذ سكانها. لكن وهو في طريقه في البحر فجأة بيلاقي رماد البركان والصخور اللي خرجت منه بتتجه ليهم بسرعة كبيرة، وبعد دقايق كانت الصخور دي تقريباً ملت المية حواليهم. بالمناسبة الصخور دي كانت خفيفة الوزن جداً لدرجة إنها شكلت جزر في المية وقفلت الطريق قصاد السفن. بيقرر بيليني الكبير إنه يغير مساره ونزل في مدينة ستابيا وفضل عند واحد من أصدقائه، وأثناء ما كان عند صديقه ده اتفاجئ بأنهم بيقولوله إن في نار مشتعلة عند البركان، لكن بيليني مهتمش بالكلام ده وافتكر إنها مجرد بيوت فاضية الفلاحين أكيد سابوها وهربوا بعد ما النار مسكت فيها لما انفجر البركان. وهنا بيليني الكبير ما كانش يعرف إن دي حمم الثوران التاني والأسوأ للبركان، وإنها كانت واحدة واحدة بتقترب من المدن. هنا هنسيب بيليني الكبير شوية يا صديقي ونرجع لبيليني الصغير اللي قال إنه أثناء وجوده مع أمه بعد ما مشي خاله بدأت الحجارة تنزل عليهم بسرعة شديدة، وبدأ حوش البيت يتملي بالرماد والصخور، فحسوا إنهم لو فضلوا بالمنظر ده هيتحبسوا في الداخل ومش هيقدروا إنهم يخرجوا من البيت. ده غير إن البيوت كانت بتتهز كمان بصورة شديدة الرعب، فقرروا إنهم يهربوا في أسرع وقت. وأثناء ما كانوا بيحاولوا يهربوا من الرماد والحجارة اللي كانت بتقع عليهم شافوا البحر وهو بيتراجع، لدرجة إنهم شافوا بعينهم الكائنات البحرية وهي بتموت على الرمال الجافة.
في اللحظة دي بالتحديد اتفاجئوا بظهور سحابة سودة ضخمة بتقرب عليهم. وصفها بليني ساعتها وقال إنها كانت بتقرب زي الطوفان. فجأة الجو اللي كان نهار أصبح عتمة أظلم من عتمة الليل، وبدأ السكان يصرخوا ويجروا في كل مكان وهم مش شايفين حاجة قدامهم. وهنا فجأة شافوا النور اللي كان في الحقيقة هو آخر نور يحبوا يشوفوه، لأن ده كان الثوران الثالث للبركان. وبعد فترة من اليأس ومن محاولة المقاومة رجع تاني نور الشمس، ولكنه شديد البهتان، كأنها حسب وصف بليني كانت شمس خسوف. وهنا بليني الصغير كان قادر إنه ينجو من المأساة، لكن للأسف أغلب اللي كانوا معاه هلكوا تماما بسبب الاختناق. وبعد 3 أيام اكتشف بليني جثة خاله، ورجح إنه مات هو كمان من الاختناق بسبب سنه. ده كان الحال في مدينة بليني، اللي بالرغم من الرعب اللي حكيناه ده فهي كان حظها أفضل من سكان مدينتين تانيين كانوا جنب بركان فيزوف. والمدينتين دول هما هيروكولونيوم وبومباي اللي اكتشفوهم بعد كده في القرن الـ18. خليني أحكي لك سريعا كده تاريخ المدينتين دول، وخصوصا مدينة بومباي. مدينة بومباي كانت موجودة في كامبينيا على سفح جبل بركان فيزوف، اللي ارتفاعه كان قريب من 1200 متر عن سطح البحر، وموجود قريب من خليج نابولي في إيطاليا. الجبل ده يا صديقي كان بيقع في منطقة نشطة بركانيا، وكانت بتسمى بحقول فيليجراين، وبركانه بيمتلك أطول السجلات التاريخية في الانفجارات البركانية في العالم أجمع. مدينة بومباي بقى اتأسست في حوالي القرن السادس قبل الميلاد، وده العلماء عرفوه بعد ما قاموا بإجراء كشف كربوني لطبقات رواسب الحمم البركانية وآثار بعض عظام الحيوانات والنباتات. واكتشف العلماء كمان إن مدينة بومباي في الوقت ده كانت مأهولة بالأسكانيين أو شعب وسط إيطاليا، لغاية ما جت سنة 89 قبل الميلاد وتم احتلالها على إيد الجنرال الروماني لوسيوس كورنيليوس، اللي ضمها لبلاده، فأصبحت بومباي من وقتها مستعمرة رومانية. طبعا الدولة الرومانية كانت بتضم عدد مش قليل من المدن المهمة تجاريا وترفيهيا وسياسيا، لكن اللي كان بيميز بومباي عن غيرها هو تربتها الفريدة جدا من نوعها، واللي للمفارقة يا صديقي كان الفضل في تميزها بيرجع أصلا لبركان فيزوف نفسه اللي قضى على الحياة فيها بالكامل بعد كده. فرواسب التربة ومياه الأمطار اللي كانت بتروي وتسقي زرعها كانت بسبب وجود جبل فيزوف البركاني، وده خلى تربة بومباي تبقى خصبة جدا وغنية بالمعادن، فساعدت على إنتاج أجود أنواع العنب والزيتون. وبسبب شدة خصوبتها كان بيتم زراعتها بأربع محاصيل مختلفة في السنة، ويمكن هو ده اللي خلى مؤسسين المدينة يقبلوا إنهم يعيشوا بالقرب من فيزوف المرعب والمميت. يعني نقدر نقول إن بومباي كانت منطقة مثالية للزراعة، وكمان كانت مجاورة للبحر فبتوفر صيد السمك والتجارة. وعلشان كده بمجرد انضمام بومباي للإمبراطورية الرومانية خضعت المدينة لعملية واسعة من تطوير البنية التحتية، وتم بناء معظمها في الفترة الرومانية، وده اللي أثبتوا آثارها اللي اكتشفت. ومع حلول القرن الـ20 قبل الميلاد بدأ العمل على تغذية المدينة بالمية العذبة عن طريق حفر القنوات اللي وفرت المية لأكثر من 25 نافورة في الشوارع، وكمان تم بناء قاعدتها البحرية وميناءها البحري المتطور، فأصبحت المدينة ممر مهم للبضائع اللي كانت بتوصل عن طريق البحر لروما وجنوب إيطاليا. كمان شملت التطويرات بناء المدرج الضخم لحلبة المصارعة اللي كان يعتبر نموذج متطور في مجال السيطرة على الحشود، واللي كان في وسطه حمام سباحة، ده غير الحمامات العامة والمنازل والفيلات الفاخرة اللي كان بيوصل لها شبكة مية متطورة وكانت بتزينها اللوحات والنقوش. أما الشوارع فكانت مرصوفة بالحجارة وكان فيها مسارح وأسواق عصرية. واستمر تطوير المدينة من الوقت ده ولغاية عهد الحاكم الروماني نيرون. فمدينة بومباي في الوقت ده كانت أصبحت مدينة مزدحمة، ما كانش فيها سكانها فقط، بل كمان كان فيها الجنود والتجار والزوار والبحارة اللي كانوا بيتوافدوا عليها من كل أنحاء الإمبراطورية الرومانية، لدرجة إنهم كانوا بيبنوا فيها بيوت فاخرة وبيعتبروها أفضل مدينة سياحية في الإمبراطورية الرومانية كلها. خليني أقولك كمان يا صديقي إن جمال شوارع بومباي وازدهارها وتطورها ما كانش هو السبب الوحيد في الزيارات دي،
فبومباي ما كانتش بتتميز بإنها مدينة زراعية ولا تجارية ولا حتى سياحية بالمعنى الطبيعي، لا دي كانت بتتميز بالدعارة، رغم التقدم الفني والحضاري اللي ظهر في الجداريات اللي اكتشفها العلماء في أثر المدينة. بيوت الدعارة والبغاء كانت منتشرة في بومباي بصورة كبيرة جدا، وكان فيها أماكن عبارة عن غرفة واحدة فيها سرير واحد فقط لممارسة البغاء سواء مع رجل أو امرأة، وكانت الأعمال دي بتتم في العلن على مرأة من الجميع، وكمان وصل الأمر لدرجة ممارسة الجنس في الشوارع العامة، ومش بس مع الذكور والإناث، ده كمان مع الحيوانات. الموضوع كان كثيف جدا ومستمر بصورة مرعبة، وده سببه زي ما قلنا هو إن المدينة دي كانت مدينة سياحية، والسياحة المقصودة هنا أصلا كانت هي سياحة البغاء. كانت بومباي كمان هي وجارتها هيركولينيوم بيؤمنوا بآلهة الإغريق الوثنية، وكانوا عاملين لهم تماثيل وأماكن لعبادتهم. وفي وسط حالة المجون والترف اللي عاشت فيها المدينة دي ظهرت علامات أولى، أو بالأحرى نذير للي مستنيهم. ففي سنة 62 يعني قبل انفجار البركان بحوالي 17 سنة حصل زلزال شديد وصلت شدته على مقياس ريختر لأكثر من 7 درجات. الزلزال ده دمر المدينة تماماً، بل ده دمر مدن في نابولي نفسها، وهنا قدر السكان اللي كان عددهم وقتها حوالي 20,000 نسمة إنهم يهربوا من المدينة لحد ما الزلزال ينتهي. لكنهم بمجرد ما الزلزال انتهى ما اتعظوش تماماً، رجعوا مدينتهم مرة تانية وما استجابوش لدعوة الإمبراطور الروماني نيرون اللي طلب منهم يسيبوا المدينة تماماً. ومش بس كده، دول كمان فسروا الزلزال على إنه غضب من الإله بوسايدن إله البحار. بعد ما رجعوا بدأوا مرة تانية يبنوا المدينة، وفي خلال ال 17 سنة دول رجعت كل حاجة مرة تانية زي ما كانت وأفضل كمان، البيوت والحمامات العامة والمخابز والتحف وكمان بيوت البغاء. بنوا المدينة، لكن اللي ما كانوش يعرفوه أو عاملين حسابه هو إن كارثة تحت رجليهم مباشرة كانت بدأت، والزلزال كانت علامة عليه. في الوقت ده وقبل دمار المدينة الأكبر ظهرت علامات تانية أخطر بكتير، لكن السكان قرروا إنهم يهملوها، فتجاهلوا الهزات الخفيفة والقوية اللي كانت بتحصل، وتجاهلوا بعض السحب البيضاء اللي كانت بتتكون فوق عند فوهة البركان، وتجاهلوا كمان جفاف الآبار وتوقف العيون المائية. الحياة استمرت عادي بالنسبة لسكان بومباي، وفي يوم 24 أغسطس سنة 79 ميلادية اللي كان موافق عندهم عيد إله النار فالكان، وفجأة وفي عز الظهر وقفت الحياة بشكل مروع. الساعة 1 الظهر حصل أول انفجار، وظهر عمود الثوران الأول اللي حكى عنه بيليني في رسائله، واللي وصفه العلماء بأنه كان أشبه بشكل الانفجار النووي الضبابي، وده كان عبارة عن عمود من الغاز والرماد والحجر الخفاف اللي هو الحجر البركاني خفيف الوزن. ارتفاع العمود ده كان حوالي من 20 ل 30 كيلو متر، وده طبعا يعتبر ارتفاع ضخم جدا، وصل لغاية عمق طبقة الاستراتوسفير، وخرج منه كمية كبيرة جدا من الحمم. هنا بيقول العلماء ان كمية الطاقة الناتجة عن انفجار البركان ده كانت بتفوق اكبر قنبلة نووية. طبعا عمود البركان الضخم جدا ده كان محمل بأطنان من الرماد والحجارة اللي ارتفعت للسماء بسبب الضغط الكبير اللي كان عليها، وبسبب الرياح فضلت الحجارة والرماد يتساقطوا من السماء على بومباي زي المطر. طبعا بسبب ارتفاع عمود الدخان ده اتغطت الشمس في بومباي تماما زي ما قلنا، وتحول نهارها لليل مخيف في ثواني، وكان كل اللي بينور الظلام ده هو القذائف النارية من الحمم اللي كانت بتنطلق من فوهة البركان، واللي تسببت في ارتفاع درجات الحرارة وموت الناس اللي كانوا موجودين في الشوارع بالحمم والاختناق، وده بسبب التسمم من الهواء اللي كان معبأ بالكبريت. ده طبعا كان بالإضافة لهزات الأرض العنيفة اللي تسببت في ارتفاع مستوى سطح البحر، أو للدقة اتسببت في موجة تسونامي. هنا افتكر كتير من الناس اللي في البيوت إنهم نجوا، لكن مفيش لحظات ومطرت السماء عليهم مئات الأطنان من الأحجار البركانية زي ما قلنا، فدفنهم مطر الصخر الخفافي وهم أحياء، وبعدها اجتاح مدينة بومباي تدفق أخير من الحمم وصلت حرارته ل 500 درجة سيليزية، خلت المواد العضوية تتبخر تماما زي سوائل الجسم، وسابت وراها تجاويف.
التجاويف دي بعد كده اتملت بالجبس وشكلت قوالب الناس اللي بنشوفها النهاردة دي، واتدفنت المدينة تحت 70 قدم من الحمم والأتربة والغبار. هنا أحب أقولك يا صديقي إن اللي حصل لبومبي ده كان بمثابة إنذار تاني لسكان المدن المجاورة، علشان برضو يديهم فرصة إنهم يهربوا بسرعة. فلحد الوقت ده كانت القرى الموجودة على الجانب الغربي من فيزوف لسه سليمة، ومن القرى دي كانت هيركولينيوم. هيركولينيوم في الوقت اللي كانت فيه بومبي بتدفن تحت الرماد كان عند سكانها فرصة للهرب، لأن تأثير الانفجار فيها كان مختلف جدا. ففي هيركولينيوم ظهر عمود الدخان، لكن السماء ما أظلمتش بالكامل، فقدروا إنهم يشوفوه وهو بيرتفع واحدة واحدة مع مرور الوقت. وهنا استمرت الرياح بإلقاء الصخور والرماد ناحية الجنوب الشرقي على بومبي بعيد عنهم، وهنا على الأغلب أهل هيركولينيوم ظنوا إنهم في مأمن إلى حد ما وعندهم وقت يهربوا. ولكن في منتصف الليل كانوا على معاد مع أسوأ كوابيسهم. بعد ما أصبحت المواد البركانية المعلقة في العمود كثيفة جداً لدرجة إن قوة ضغط الانفجار ما بقتش قادرة على حملها، انهار العمود وأحدث موجات وتدفقات شنيعة من الحمم البركانية. ده كمان سبب انهيارات ضخمة من الغازات الحارقة والرماد اللي بدأت تتدفق بسرعة فائقة، والتدفقات دي من المواد الحامية بدأت تتجه لأسفل الجبل في جميع الاتجاهات بسرعات وصلت ل 100 ميل في الساعة. طبعاً الرماد الحارق أو المكان بيلمس المحاصيل والمباني كانت بتتحرق بالكامل، وحتى اللي حاولوا يستخبوا داخل بيوتهم ما كانش ده ملجأ آمن لاختبائهم. فالتدفقات كانت سائلة جداً وكانت بتملك القدرة على التسرب من الزوايا والشقوق. استمرت الموجات دي موجة تتبع موجة على مدار 19 ساعة لغاية ما اتدفنت مدينة هيركولينيوم تحت 20 متر من الصخور والرماد. في الوقت ده كان أغلب سكان هيركولينيوم اللي كان عددهم أقل بكتير من عدد سكان بومبي موجودين على بعد 6 كيلومتر من الخليج، فكان عندهم متسع من الوقت عشان يهربوا. علشان كده تم إيجاد كميات قليلة من الأجسام في المدينة، لدرجة إنه كان الاعتقاد السائد هو إن الجميع قدروا يهربوا من هيركولينيوم. لكن العلماء بعد كده اكتشفوا مئات الهياكل العظمية في مكان مخصص للقوارب على شط البحر عند حافة المدينة على خط الساحل القديم. هنا استنتج العلماء إن الناس حاولوا إنهم يهربوا من المدينة لكنهم ما عرفوش واتحبسوا هناك، ولكن مكان القوارب كان فاضي وما فيهوش ولا قارب. ظن برضو العلماء إن السبب في ده هو إما إن في مجموعة تانية سبقتهم وهربت، خاصة وإن اللي بقوا كان أغلبهم من النساء والأطفال، أو إن القوارب دي كانت خارج المدينة بالفعل في رحلة صيد. ولحد الوقت ده كان بيظن العلماء إن الناس في هيركولينيوم ماتوا اختناقاً زي بومبي، لكن العلماء بعد كده اكتشفوا إن الهياكل أظهرت علامات الصدمة الحرارية، فموجة المقذوفات الحارة جداً اللي أطلقها البركان وقتها وصلت درجة حرارتها لحوالي 400 أو 500 درجة مئوية، فخلت لحومهم تتبخر ويموتوا فوراً، لدرجة إن بعض الجماجم انفجرت تماماً بسبب الحرارة والضغط الزائد، وده بسبب غليان الدماغ، وتحفظت هياكلهم بسبب عمليات التكربون. طبعاً أنباء الكارثة دي انتشرت ووصلت للإمبراطورية في روما، فأرسل وفد علشان يقدم المساعدة، وهنا كانت المفاجأة. حجم الكارثة كان بيفوق توقعاتهم، المدينتين اختفوا تماماً من على الخريطة، وبعد 400 سنة من الانفجار انهارت الإمبراطورية الرومانية، ومرت القرون وتهاوت أغلب إنجازات الإمبراطورية الرومانية العظيمة. اتبنت مدن جديدة على أساساتهم، ومع تغيير كل معالم الإمبراطورية كانت بومبي وهيركولينيوم محفوظين تحت طبقات الرماد بكل المعالم بتاعتهم. وبعد اختفاء المدينتين عن الأنظار لمدة ما يقرب 1000 سنة رجعوا للظهور مرة تانية علشان يخطفوا أنظار العالم كله. طبعا بعد اكتشاف المدينة في القرن 18 أمر الدون كارلوس ملك نابولي المهندس العسكري كارل فايبر بدراستهم، فقام فايبر بعمل دراساته المنهجية من سنة 1750 ولحد سنة 1764، لكن عمليات الحفر المبكرة اللي حصلت كانت عشوائية وغير مسؤولة. وفي الوقت اللي كان متوقع فيه الاهتمام بالآثار، بدأ أفراد العيلة المالكة في نهب المنطقة تماماً للحصول على اللوحات الأثرية لتزيين أسرهم، فتم إيقاف الحفر العشوائي في سنة 1860
وبدأ علماء الآثار في دراسة المنطقة بشكل مناسب لما قام عالم الآثار الإيطالي جوزيبي فيوريلي بتطهير المنطقة الموجودة بين المواقع المحفورة وتوثيقها بعناية، وقام كمان بتقسيم بومباي لتسع مناطق بالضبط. دي كانت طريقة آمنة ومنهجية لاكتشاف آثار المدينة وفي نفس الوقت لتنظيم زيارات السياح. وعلى سيرة ذكر السياح، خليني أقول لك يا صديقي إن فن ورسومات ومنحوتات متحف بومباي بدأت تبقى مصدر إلهام لمحبي الفنون، لحد ما زاروا الملك فرانسيس الأول من نابولي مع زوجته وبنته واتصدم من اللي شافوا من رسومات، فأمر بجمع كل المقتنيات دي ووضعها في غرفة مغلقة بعيد عن العامة بسبب خدشها للحياء العام، والغرفة دي ما اتفتحتش بعد كده إلا في سنة 2006. المهم يا صديقي إن العلماء بعد ما اكتشفوا المدينة بدأوا في تفسير وتحليل ودراسة كل شيء فيها علشان يتعرفوا أكتر على حياة سكانها قبل الكارثة ويتعرفوا على ملابسات الكارثة نفسها. فعلماء الجيولوجيا قالوا إن تحت جبل فيزوف مباشرة كان في فجوة ضخمة جدا وصل عرضها لستة كيلو متر. الفجوة دي كانت مليانة بالصخور الملتهبة الذائبة لدرجة الانفجار. الصهارة دي طبعا كانت قابلة للطفو، ومع ارتفاعها واصطدامها بالصهارة الباردة في اعلى القشرة الارضية كان طبيعي جدا يحصل الانفجار. فالكارثة كانت هي رد الفعل الطبيعي مع الضغط المستمر اللي كان بيحصل، واللي خلى بومباي وهيركولينيوم يتعرضوا لهزات ارضية صغيرة يوميا تقريبا. وقالوا كمان ان درجات الحرارة العالية للتدفقات كانت بتشبع المواد العضوية بالكربون بصورة فورية، وعلشان كده فضلت كل حاجة زي ما هي على حالتها الأصلية حتى أرغفة العيش والفواكه. أما علماء الآثار فاكتشفوا طابع المدينة الغني والترف والعمارة والحياة الاجتماعية وغيرها. فاكتشف العلماء بعد عثرهم على الجثث المتحجرة إن كتير من الأثرياء في بومباي كانوا عايشين معيشة رغدة، بينما عدد مش قليل من السكان كانوا عايشين حياة تعيسة جداً وشديدة البؤس. مجتمعهم كان يعتبر مجتمع روماني تقليدي بكل طبقاته بما فيهم العبيد، ففي الوقت اللي كان فيه مترفي مدينة بومباي بيستمتعوا بمشاهدة المصارعة بين البشر والحيوانات المفترسة اللي كانت بتنتهي بموت واحد منهم، كان العبيد وباقي السكان عايشين في ظلم ومهانة. العبيد كانت وظيفتهم هي خدمة أسيادهم وتنظيف خزان الفضلات البشرية الضخم اللي كان موجود في هيركولينيوم، وكانوا طبعا بيتعرضوا لأشد أنواع التعذيب والتنكيل لدرجة إنهم لقوا أثر لواحد من العبيد دول وهو مربوط بسلسلة في جدار أثناء ثوران البركان. أما السكان الأصليين للمدينة فأغلبهم كانوا بلا عمل وأقرب للمشردين، علشان كده لجأوا للعمل في الدعارة واللي منها اكتسبت المدينة سمعتها السيئة. طبعا علماء الأحياء كان ليهم هم كمان دور كبير في البحث، وكان من بين الحاجات اللي تم اكتشافها حديثا هو استخراج أسرار جينية من أحد الضحايا. ففي الماضي ظن العلماء إن الجينوم البشري احترق تماما بسبب البركان وأصبح من الصعب الحصول عليه، لكن مؤخرا تم اكتشاف جينوم بشري كامل تم استخراجه من عظام رجل وامرأة كانوا بين ضحايا البركان. طبعا الآثار اللي اكتشفوها كانت متنوعة وقدمت صورة حية عن الحياة الرومانية في القرن الأول الميلادي. فاكتشف علماء الآثار وجود الحمامات العامة والمنازل وبعض الفيلات خارج المدينة زي فيلا الألغاز والمغاسل وجرار النبيذ وعدد كبير من الكتابات المنحوتة على الجدران وداخل الغرف. اكتشفوا كمان معبد الإله أبولو اللي تم بناؤه في القرن الثاني قبل الميلاد، وكمان اكتشفوا الهياكل الدينية المهمة. ودلوقتي بعد ما بقت المدينة مزار سياحي للسياح أصبحت كتير من المناطق فيها محظورة الدخول على الأطفال والأقل من 18 سنة، وده بسبب الرسومات الإباحية وخاصة على بعض المباني والحمامات الفاضحة. بعد ما تم الاكتشاف يا صديقي كانت المدينة في أفضل حال، كأنها زي ما قلنا مسافرة عبر الزمن. لكن بداية من مرحلة الحفر والاستكشاف بدأت حالة المدينة تتدهور، لأنه في الوقت اللي كانت مخفية فيه كانت على الأقل محمية، لكن بسبب عوامل الطبيعة والمناخ بدأت آثار المدينة تفقد كتير من حالتها، وعلشان كده استخدم العلماء أحدث التقنيات للحفاظ على الآثار المكتشفة. لكن هنا فضلت المشكلة القائمة والتساؤل الخاص بحاجة مهمة جدا، والحاجة دي هي بركان فيزوف. هل ممكن البركان يثور من جديد ويمحي معالم آثار المدينة زي ما أخفى معالمها ووقف الحياة فيها قبل كده؟ شوف يا صديقي،
بركان فيزوف انفجر أكتر من مرة بالفعل بعد انفجاره الكبير، كانت آخرهم في سنة 1944، المرة دي صورها الجيش الأمريكي ساعتها، لكن حسب كلام العلماء فثوران فيزوف اللي دمر بومباي كان أضعاف أضعاف الثوران ده. وهنا العلماء شافوا إن وفقا لنمط الدورات الثورانية لفيزوف فإحنا يعتبر متأخرين نوعا ما عن موعد انفجار كبير جديد لبركان فيزوف. وهنا السؤال القائم بين العلماء ما زال مستمر، هل هتقدر التكنولوجيا الحديثة إنها تحمي المدينتين من انفجار البركان المميت مرة تانية ولا لأ؟ طبعا موضوع بركان فيزوف ده زي ما شغل الأوساط الأكاديمية وعلماء الأحياء والجيولوجيا والطبيعة والأثار، شغل كمان الأوساط الدينية، لأنه سبق وتمت الإشارة لهلاك قوم كانوا مشابهين لأهل بومباي، وهم قوم لوط اللي أنزل الله عز وجل عليهم العذاب بعد ما أتوا فاحشة لم يسبقهم إليها أحد من العالمين. والفاحشة المقصودة هنا هي الشذوذ الجنسي، ده غير كمان اعتقاد بعض المفسرين بأن مدينة بومباي ذكرت صراحة في القرآن الكريم في قوله تعالى: ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. وفي بعض المفسرين بيشوفوا ان الآية بتشير لعقاب الله تعالى للظالمين بشكل عام، مش مدينة بومباي او اي مدينة تانية على وجه الخصوص. فقصة مدينة بومباي هي عبرة للبشر على عقاب ربنا للقوم الظالمين الفاسدين، لكنها مش شرط تكون هي المقصودة. والدليل على كده هو قول الله تعالى: وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. وبكده تكون خلصت حلقتنا، هستنى رأيكم كالعادة في التعليقات، وما تنسوش تقولولي عاوزين مواضيع ايه تانية نعرضها في القناة. ما تنسوش كمان تشوفوا المواضيع اللي فاتت والمواضيع اللي جاية، وتعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس. سلام.